بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الناصيات والثقة بالنفس. في بحث علمي جديد تبين للعلماء أن المنطقة الأمامية من الدماغ وهي الناصيات مسؤولة عن القيادة والثقة بالنفس لدى الإنسان، وأن عدد الخلايا في هذه المنطقة يكون أكبر لدى الواثقين من دقة قراراتهم. والحقيقة العلمية تقول أن منطقة الناصيات من أهم مناطق الدماغ في التفكير السليم والقيادة والإبداع، وربما نجد إشارات قرآنية رائعة إلى هذه المنطقة في قول سيدنا هود عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سورة هود آية 56. هذا يعني إن الذي يسلم ناصيته إلى الله فسيكون على الطريق المستقيم وقراراته صحيحة بإذن الله تعالى. والله أعلم.